فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أوقف حد السرقة في عام المجاعة؟ نعم، لأجل الشبهة، شبهة الجوع والحاجة. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وإذا صح هذا فبماذا يرد على الذين يستدلون بمثل هذا على جواز تعطيل بعض الحدود بالاجتهاد؟ لا يجوز هذا. عمر رضي الله عنه خليفة راشد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أنت بتجعل نفسك مع الخلفاء الراشدين؟ ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.